السلام عليكم. اليوم أو خلال هذا الفيديو راح يكون الجزء الأخير بما يتعلق بشابتر 6، واللي بدنا نحكي فيه على الإلكترون كونفيجريشن، يعني طريقة كتابة التوزيع الإلكتروني للمركبات بشكل عام. في عندنا كومبوننت معين، هذا الكومبوننت بتكون من عدة أشياء لكيفية كتابة التوزيع الإلكتروني. أول شيء لازم يكون في عندنا رقم في البداية، اللي هو على سبيل المثال هون رقم 4 زي ما شايفين، اللي هو باللون الأزرق. So this number is denoting the energy level. إذا في البداية لازم أكتب رقم، هذا الرقم يمثل مستوى الطاقة، اللي هو حكينا إحنا مستويات الطاقة اللي هي بتبلش من N تساوي 1 إلى N تساوي infinity. بعد ما نكتب الرقم اللي هو بيمثل مستوى الطاقة، راح يكون في عندنا حرف. هذا الحرف اللي هو a letter denoting the type of orbital. زي ما انتم ذاكرين احنا لما حكينا على ال type of orbital حكينا انه هو بيمثلهم اللي هو ال quantum number L. فإذا S P D فبعد الرقم بيكون عندنا حرف، هذا الحرف هو يمثل نوع ايش؟ نوع المدار. بعد ما نكتب اول رقم اللي هو الانرجي ليفل، وبعدين نكتب وراء الحرف اللي هو نوع المدار، راح يجي عندنا رقم ثاني. هذا الرقم بيكون على شكل سوبر سكريبت. It is denoting the number of electrons in those orbital. اذا هو يبين لنا عدد الالكترونات اللي موجوده في المدار. اذا على سبيل المثال صار في عندي 4p5، معناته الانرجي ليفل هو رقم 4، نوع المدار اللي هو البي اوربيتال، وهذا البي اوربيتال يوجد فيه 5 الكترونات. فهي هاي هي الطريقة البسيطة اللي من خلالها بقدر اني اكتب التوزيع الالكتروني للذرات. في عندنا كمان طريقة تستخدم لكتابة التوزيع الالكتروني، اللي هي عن طريق الصناديق بوكسز. فإيتش بوكس إن ذا دايجرام ريبريزنتس ون أوربيتال. فإذا إجينا على سبيل المثال على الليثيوم، الليثيوم بنلاحظ من وجوده بالجدول الدوري إنه في عنده العدد الذري له 3، معناته في عنده 3 إلكترونات، معناته البوكس الأول يمثل الـ 1s أوربيتال، والبوكس الثاني يمثل الـ 2s أوربيتال، وفي عندنا بكل صندوق نصف سهم، واحد منهم للأعلى واحد منهم للأسفل. So half arrows أنصاف الأسهم هاي represent the electrons، هي تمثل الإلكترونات. واتجاه السهم، إذا كان اتجاه السهم للأعلى معناته السبين إله تساوي زائد نص، بينما إذا كان اتجاه السهم للأسفل معناته السبين تبعه اللي هو الام اس تساوي سالب نص. So the direction of the arrow represents the relative spin of the electron. إذا الليثيوم رح يكون التوزيع الإلكتروني له اللي هو 1s2 2s1. طبعا احنا في عنا عدة قواعد اللي بنستخدمها لما بدنا نيجي نكتب التوزيع الإلكتروني. من هاي القواعد قاعدة فاند. نص قاعدة فاند شو بتحكي؟ For degenerate orbital the lowest energy is attained when the number of electrons with the same spin is maximized. يعني للمدارات التي لها نفس مستوى الطاقة، يعني الـ P orbital أو الـ D orbital، قيمة الطاقة تكون أقل ما يمكن عندما يكون عدد الإلكترونات التي لها نفس الاتجاه أكبر ما يمكن. هذا هو نفس قانون هاند. شو معنى هذا القانون؟ لو اجينا اطلعنا على سبيل المثال على الكربون، خلينا نبلش من الكربون. الكربون العدد الذري له 6، معناته في عندنا 6 الكترونات. فلما بدي اجي اوزع الالكترونات بوزعها 1s2 لانه الاس بوسع الكترونين، بعدين في عندنا 2s2، بعدين بيجي عندنا 2p. فلو اجينا اطلعنا على 2p في عندنا 3 مدارات، فما باجي بحط الالكترونين في اول مدار من البي، فعشان هيك لازم احطهم ايش مالهم؟ متفرقات، يعني الاثنين راح يكون اتجاههم لايش؟ للاعلى. هذا هو نص قاعده هاند
بحيث أنا لما أحط الإلكترونات بالطريقة اللي أنتم شايفينها بالنسبة للكربون عمالي ببعدهم عن بعض، فلما أبعد الإلكترونات عن بعض عم بقلل التنافس بينهم، فمعناته عم بقلل مستوى الطاقة في هذا المدار، فالذرة راح تكون أو الأوربيتر راح يكون مور إيش؟ مور ستيبل. وهذا كمان واضح بالنيتروجين أتوم. لو جينا طلعنا على النيتروجين في عندي 7 إلكترونات، في عندي 1s2 2s2 في عندي 2p3، ولو جينا طلعنا على البي اللي هم 3 إلكترونات كل واحد موجود في مدار، فلما أعبي المدارات كلها إذا إجا صار في عندي إلكترون زيادة برجع بعبي بالبداية هذا اللي موجود بالان اي. فحسب قاعدة هانك إذا أنا لما يكون في عندي إلكترونات هاي الإلكترونات لازم تكون في نفس مستوى الاتجاه أو في نفس محور إيش الدوران، فعشان هيك لازم أحطهم في نفس الاتجاه عشان تكون الطاقة أقل ما يمكن. في عندنا كمان مبدأ وكمان قاعدة نستخدمها لتعبئة الإلكترونات اللي هي نسميها الألف باو برينسيبل، مبدأ ألف باو. مبدأ ألف باو شو بيحكي؟ fill up electron in lowest energy orbital. يعني أنا لما يكون في عندي إلكترونات بدي هاي الإلكترونات أبدأ في توزيعها، لازم أبدأ في التوزيع من أقل مستوى طاقة، ودائما أقل مستوى طاقة اللي هو إيش؟ ال 1s orbital. إذا لما يكون في عندي إلكترونات لأي ذرة بدي أبلش أوزعها في المدارات لازم أبلش من الأقل مستوى طاقة وهو الـ 1s orbital. وبهذا السلايد إذا بتعرضوه لكم كسلايد شو راح يبين عنكم كيف عمالنا الأمثلة وكيف عمالنا بنوزع الإلكترونات. فرجاء لما توصلوا عند السلايد اللي هو أمامكم حاليا اللي أنا بحكي عنه عرضوه كسلايد شو، لأنه أنا عم بحملكم على الإيلينك كمان الباوربوينت برزنتيشن زي ما هي، فلو سمحتوا اعرضوه كسلايد شو بحيث انكم تشوفوا بالضبط كيف الالكترونات عمالها تتوزع، لانه في اكثر من مثال راح يكون متتابع. والقاعدة الثالثة اللي احنا بنستخدمها واللي حكينا عنها بالبداية اللي هي قاعدة هانك اللي بحكي لك the most stable arrangement of electrons in subshells is the one with the greatest number of parallel spins. اذا احنا بنحاول ان يكون عدد الالكترونات في مستويات الطاقة التي لها نفس في مستويات الطاقة والمدارات التي لها نفس مستوى الطاقة اللي هي degenerate orbitals تكون في نفس الاتجاه عشان تكون الطاقة اقل ما يمكن. ونفس الشيء نحكي على السلايد هذا زي السلايد اللي سببه، لو سمحتوا اعرضوه كسلايد شو عشان تتوضح عنكم هاي الامثله اللي هي مكتوبه عنكم كل واحد فيه يتوضح كيف وزعنا الالكترونات فيه، لانه جدا جدا مهم انكم تتفرجوا كيف تم توزيع الالكترونات. اذا برد بذكر انه في عندنا 3 قواعد لتوزيع الالكترونات. القاعده الاولى اللي هي الف باو برنسبل او مبدا الف باو اللي هو بحكي لنا انه احنا لما نبدا نوزع الالكترونات لازم نبلش نوزع الالكترونات من الاقل طاقه ونتجه لاعلى طاقه. المبدا الثاني اللي هو بحكي لنا اللي هو باولي برنسبل، مبدا باولي. مبدا باولي بحكي لنا انه ما في الكترونين ممكن نحطهم في نفس المدار ويكون لهم نفس الاتجاه. اذا اي الكترونين في نفس المدار لازم يكون في لهم اتجاهين مختلفين. يعني لو اجينا على الاس اوربيتال على سبيل المثال بوسع الكترونين، فواحد منهم لازم نرسمه للاعلى والثاني لازم نرسمه للاسفل. والمبدا الثالث او القاعده الثالثه اللي بنستخدمها في التوزيع الالكتروني اللي هي قاعده هان واللي بتحكي لنا انه فور ديجنريت اوربيتالز للمدارات التي لها نفس مستوى الطاقه. لما نيجي نحكي على البي اوربيتالز اللي هم 3 انواع، الدي اوربيتالز اللي هم 5، او الاف اوربيتالز اللي هم 7، لما اجي انا ابدا اوزع بالالكترونات لازم اوزع بالالكترونات بحيث انه يكون عدد الالكترونات التي لها نفس اتجاه الدوران اكبر ما يمكن، وذلك حتى ايش؟ حتى تكون الطاقة اقل ما يمكن. هذا السلايد بشكل سريع بفرجيك كيف هو
ترتيب تعباية الإلكترونات، فدائما بدنا نبلش بال 1S بعدين ننتقل لل 2S لل 2P لل 3S لل 3P لل 4S وهكذا. إذا هذا السلايد بكل بساطة بيفرجينا إنه لازم أنا ال 1S هو أقل مستوى طاقة، فلازم أبلش تعباية الإلكترونات منه وأنتقل للأعلى طاقة حتى أوصل أو أنهي عدد الإلكترونات الموجودة في الذرة الموجودة عندي. الجدول اللي موجود أمامكم بيبين لنا تقريبا كثير من العناصر موجودة بالجدول الدوري، كل عنصر رمزه الأتوميك نمبر إله والإلكترون إيش كونفيجوريشن. إذا كل عنصر بيبين لنا رمز العنصر الأتوميك نمبر والإلكترون كونفيجوريشن، فلو سمحتوا إنكم تنتبهوا على التوزيع الإلكتروني بحيث إنكم تعرفوا تتمرنوا عليهم بحيث إنه يصير يدكم ماحتي على كيف إنك توزع توزيع إلكتروني لأي عنصر ممكن إنه يجيك. وزي ما إحنا شايفين في عنا بعض العناصر، لو بلشنا من الليثيوم، من الليثيوم مثلا مش ما نحط 1s2 2s1 بينما نحط HE2S1. شو معنى ال HE هاي؟ هاي ال HE انتو عارفين انه كل عنصر في بعديه جدول، في بعديه غاز نبيل وفي قبليه غاز نبيل، فأي عنصر بالجدول الدوري بحب يكون التوزيع الإلكتروني شبيه بالغاز النبيل حتى يوصل لحالة الاستقرار. فمن خلال هاي الطريقة اللي احنا نسميها Condensed Electronic Configuration، بكل بساطة بقدر اني اذكر التوزيع الإلكتروني ما يصير عندي كثير واسع، وكمان من خلاله بقدر احدد اشي اسمه الالكترونات الداخلية والالكترونات ايش الخارجية. فاذا اطلعنا على اللي هي على الليثيوم بنلاقي انه التوزيع الالكتروني تبعه اللي هو HE2S1، معناته ال HE تمثل اللي هي 1S2 لانه الهيليوم فقط فيه الكترونين، ف 1S2 بعدين بنكمل 2S1. فاذا ال 2S1 اللي هي خارج اللي بعد الهيليوم هاي بنسميها الالكترونات الخارجية، بينما الإلكترونات التي تمثل إلكترونات الهيليوم هاي نسميها الإلكترونات الداخلية. على سبيل المثال إذا مشينا وطلعنا على الكربون، الكربون توزيع الإلكتروني تبعه الأتوميك نمبر إله 6 إلكترونات، فإذا بدي أجي أنا وزع إلكترون توزيع الإلكتروني بدي أحكي 1s2 2s2 2p2، بس اختصارا ال 1s2 بحطها بين قوسين وبحكي هيليوم، بعدين بحكي 2s2 2p2. اذا ال 2s2 وال 2p2 هم الالكترونات الخارجيه بالنسبه للكربون، والهيليوم هي تمثل الالكترونات ايش الداخليه. لو اجينا اطلعنا على الصوديوم اللي هو الاتوميك نمبر له 11، فاذا بدي اجي اوزع توزيع الكتروني بدي احكي 1s2 2s2 2p6 وبعدين 3s1، فعندي 11 الكترون. فاذا اطلعنا على الصوديوم باجي مباشرة بطلع مين هو الغاز النبيل اللي قبل الصوديوم، فهو الـ NE، فالـ NE رح يكون المدارات عنده ممتلئة، فرح ياخد 1s2 2s2 2p6 وبعدين إذا كتبنا بين قوسين نيون وبعدين كتبنا 3s1. فإذا هون بالنسبة للصوديوم الإلكترونات الخارجية أو المدارات الخارجية اللي هي 3s وفيها إلكترون، واللي تمثل النيون هي الإلكترونات إيش الداخلية. إذا أنا لما بدي أجي أكتب أي توزيع إلكتروني لأي عنصر لازم أطلع على الغاز النبيل اللي قبله، بحط الغاز النبيل وبكتبه بين قوسين، فهاي تمثل الإلكترونات تبعية الغاز النبيل، وبرد بكمل الإلكترونات اللي هي الإلكترونات الخارجية بكتبها بالطريقة اللي معروفة إلنا لباقي الإلكترونات الموجودة بالذرة. إذن مرة ثانية في عنا ثلاث قواعد لتعباية الإلكترونات في المدارات. القاعدة الأولى اللي هي قاعدة أو مبدأ أوفباو اللي بيحكي لنا إنه أنا لازم أبلش تعباية الإلكترونات من الأقل طاقة وأطلع شوي شوي للأعلى طاقة. القاعدة الثانية اللي هي باولي برينسيبل، وباولي برينسيبل بيحكي لنا إنه ما في إلكترونين في نفس المدار لهم نفس اتجاه الدوران، فلازم يكون واحد للأعلى وواحد للأسفل. القاعدة الثالثة اللي هي قاعدة هاند اللي بتحكي لنا انه عدد الالكترونات في المدارات التي لها نفس مستوى الطاقة زي الـ P orbitals والـ D orbitals لازم عدد الالكترونات التي لها نفس اتجاه الدوران اكبر ما يمكن حتى يكون الاستقرار اعلى ما يمكن.
الجدول اللي قدامكم ببين لنا بالضبط اللي هي different blocks on the periodic table وملونة بألوان مختلفة عشان نعرف كيف عمالنا بنعبي الإلكترونات. فعلى سبيل المثال لو كان عندي بعنصر الهيدروجين رح يكون 1s1. ننتقل منكمل لليمين بيجي عندنا الهيليوم بيكون عندي 1s2. ننتقل للليثيوم بيكون 1s2 2s1 وهكذا. فبعد ما نخلص ال S orbital على سبيل المثال لو كان عندي البورون، البورون بالمجموعة الثالثة بالمجموعة ايش؟ الثالثة، فراح يكون في عندي 1s2 2s2 2p1 وهكذا. وبعد لو طلعنا على المجموعة سوري على الدورة الرابعة اللي هي 4s، فاحنا إذا مشينا مباشرة راح نعبي لل 3d، بعدين راح ننتقل لل 4p وهكذا. فهذا الجدول اللي قدامكم راح يساعدكم انكم تحطوا فيه العناصر، ومن خلاله بيقدر يساعدكم بكل بساطة انكم تكتبوا او تحاولوا انكم تكتبوا التوزيع الالكتروني لاي عنصر ممكن انه يمر عندكم. في عندنا قاعدة بالكيمياء ما يخص المدارات والتوزيع الالكتروني للمدارات بتحكي انه المدارات الممتلئة بشكل كامل والنصف ممتلئة أكثر استقراراً من الجزئياً ممتلئة. إذن completely filled and half filled orbitals are more stable than partially filled orbitals. فعشان هيك في بعض الأحيان بيواجهنا بعض التوزيعات الإلكترونية لبعض الذرات اللي هي بتكون شوي شاذة عن التوزيع اللي احنا ايش متعودين عليه. فخلينا نشوف بالسلايد اللي بعده بعض الامثلة على هاي الذرات اللي بيكون التوزيع الالكتروني تبعها شوي مختلف عن اللي احنا متعودين عليه. لو اجينا اطلعنا على سبيل المثال على عنصر النحاس الكبر. هلا الكبر موجود بالدورة الرابعة، فعده من عند الهيدروجين 1 2 3 4 الدورة الرابعة اللي هي بتبلش من البوتاسيوم الكي، ويمشوا لليمين باتجاه ايش؟ باتجاه على ما تلاقوا الكبر اللي هو الرقم تبعه او العدد الذري له اللي هو 29. فانا اذا بدي اجي اوزع التوزيع الالكتروني للكبر، مين هو الغاز النبيل اللي قبل الكبر؟ اللي هو الارجون، اللي هو ايش؟ الارجون. فبكتب بين قوسين ارجون وببلش بعدين بالتوزيع الإلكتروني. إذا بالدورة الرابعة إذا في عندي 4s2 وبمشي بعد الكبر 1 2 3 4 5 6 7 8 9. إذا المفروض إني أكتب التوزيع الإلكتروني إله أرجون بين قوسين، بعدين بكتب 4s2 3d9. بس فعليا لما أجي أطلع على حالي هاي، لما أجي أطلع على المدارات، في عندي 4s2 ممتلئ بشكل كامل، إذا هو مستقر، بينما 3d9 يعتبر جزئيا ممتلئ فغير مستقر. ففي عندي هنا احتمالية إنه المدارين يصيروا إيش؟ مستقرات. فبعمل عملية ترقية لإلكترون من الـ s2 بنقله على الـ d10. فشو بصير عندي التوزيع الإلكتروني؟ 4s1 3d10. فبهاي الحالة صار عندي الاس نصف ممتلئ وهو مستقر، والدي 10 اذا كومبليتلي فيلد ممتلئ بشكل كامل فصار عندي مستقر. اذا في هاي الحاله لما اجي اكتب التوزيع الالكتروني 4s1 3d10 راح يكون افضل من اني اكتبه 4s2 3d9، لانه بالحاله اللي هو 4s1 3d10 صار في عندي جميع المدارات مستقره، بينما بال 4s2 3d9 واحد منهم مستقر والثاني غير مستقر. وما ينطبق على النحاس ينطبق على جميع عناصر المجموعة اللي هي مجموعة النحاس. وأيضا في عنا بدكم تديروا بالكم إنه في عنا المجموعة اللي هي مجموعة الكروم اللي هي مجموعة 6b اللي فيها الكروم، نفس الشيء تقريبا. بس هنا لما أنا أجي أوزع للكروم لحلاقيه إنه 4s1 4s2 3d4. فبقدر اني انقل الكترون بحيث انه يصير في عندي 4s1 3d5.
فإذا المجموعة اللي هي مجموعة الكروم 6B ومجموعة الكبر اللي هي 1B، هاي المجموعات اللي ممكن إنه يكون في عندي التوزيع الإلكتروني شوي مختلف عن التوزيع اللي إحنا متعودين عليه. لماذا؟ للوصول إلى حالة الاستقرار. طبعا ليش ممكن هاي الحالة تصير؟ إنه في عندي يصير في عندي انتقال من الـ S من 4S لـ 3D orbitals، لأنه الفرق في الطاقة ما بين الـ 4S والـ 3D orbitals جدا قليل، فبسهولة ممكن إنه الإلكترون ينتقل من الـ S لـ D orbitals. وزي ما حكينا مش هو الكبر هو الوحيد، في عنا كثير مناطق من جدول دوري ممكن يكون فيها هاي الحالة، فديروا بالكم بحيث إنه لما يجيكم توزيع إلكتروني يكون في احتمالية أو في إمكانية إذا نقلت إلكترون من الأس للدي أوربيت الذي يصيروا اثنين مستقرين، فلازم نعمل هاي الخطوة. وهذا السلايد أنا حاط لكم إياه جدول الدوري شوي يعني يكون أوضح من الموجودات، بحيث إنكم تحاولوا إنه باستخدامه تكتبوا التوزيع أو تتدربوا على كتابة التوزيع الإلكتروني لعدد من إيش من الذرات. ماشي الحال؟ وإن شاء الله بعد هذا السلايد راح يكون أحاول إنه يكون في سلايد أشرح لكم فيه أو أحط لكم فيه أكم من مثال محلول لكتابة التوزيع الإلكتروني لبعض الذرات المختلفة. بالسلايد التالي راح نشوف بعض الأمثلة على كتابة التوزيع الإلكتروني لبعض الذرات. بالبداية طلعنا على الكربون اللي هو فيه عدد ذري له 6، معناته فيه 6 إلكترونات. فلما نبلش حسب موقع الإلكترون الكربون بالجدول الدوري رح يكون في عندنا التوزيع الإلكتروني اللي هو 1s2 2s2 2p2، أو إذا بدنا نكتبه بالطريقة اللي هي الكوندنس إلكترون كونفيجريشن، نكتبه بنطلع شو هو العنصر النبيل اللي هو قبل الكربون نلاقي الهيليوم، فنكتب بين قوسين اللي هو الهيليوم اللي هو الهيليوم توزيع إلكتروني 1s2 حسب الدورة الأولى، ومنكمل بعدين نكتب 2s2 2p2. فمن خلال التوزيع الإلكتروني للكربون بقدر إني أحدد أكثر من إشي، بقدر إني أحدد من هم الإلكترونات الخارجية. إذا الإلكترونات الخارجية اللي هي الموجودة مدارات 2s2 و2p2، الإلكترونات الداخلية هي الإلكترونات تبعية الهيليوم اللي هي موجودة بال1s2، وممكن كمان أحدد عدد الإلكترونات المفردة في الكربون. فإذا اطلعنا وكتبنا التوزيع الإلكتروني بشكل صناديق رح نلاحظ إنه الكربون يحتوي على إلكترونين مفردين اللي هم موجودين بالفي أوربيتال. المثال اللي وراه اللي هو الكلور. الكلور العدد الذري له 17، فالتوزيع الإلكتروني رح يكون 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. وإذا بدنا نستعيد عنه بالكوندنس إلكترون كونفيجريشن، مين هو الغاز النبيل اللي هو قبل الكلور اللي هو غاز النيون واللي هو بآخر الدورة الثانية. فإذا التوزيع الإلكتروني للنيون لحد 2p6، بعدين نكمل 3s2 و3p5. إذا الإلكترونات الخارجية للكلور اللي هم 3s2 و3p5، والإلكترونات الداخلية هي إلكترونات النيون. وإذا بدنا نيجي نحدد عدد الإلكترونات المفردة بالذرة الكلور نطلع على البي نلاحظ انه في عندنا 5 الكترونات، فاذا بدنا نيجي نعبي الصناديق حسب ما اخذنا نعبي 1 2 3، بنرد نعبي 1 2، اذا مصفي في عندي الكترون مفرد واحد فقط. فديروا بالكم على هاي الشغله لما بدكم تيجي تحددوا عدد الالكترونات المفرده، اطلعوا بحيث انكم ترسموا على شكل صناديق. اذا اجينا اطلعنا على الاف اي اللي هو عنصر الحديد، بنلاقي التوزيع او عدد الذري له 26، فمباشره من خلال الكوندنس الكترون كونفيجريشن مين هو الغاز النبيل اللي مباشره قبل الحديد، بنلاقي اللي هو الارجون. فاذا بنكتب الارجون، والارجون موجود في نهايه الدوره الثالثه. اذا رح نبلش بعدين اللي هم ال4s2 وننتقل من عد كم موقع الحديد بالدي اوربيتال بنلاقي 6، فبنكتب 4s2 3d6. إذا الإلكترونات الخارجية للحديد اللي هم 4s2 3d6، وإذا بدي أجي على الإلكترونات الداخلية هي إلكترونات الأرجون. وإذا واحد سألك كم إلكترون مفرد في ذرة الحديد، بدي أكتب 5 صناديق لأنه بنحكي على الدي أوربيتال، فخمس صناديق
بعبي 1 2 3 4 5، والسادس برد برجع بالبداية بعبي، فبصفي عندي كم من إلكترون مفرد؟ بصفي عندي 4 إلكترونات مفردة. بالنسبة لعنصر المولبدينوم اللي هو العدد الذري له 42، فبطلع مين هو الغاز النبيل اللي قبل المولبدينوم، بلاقيه اللي هو غاز الكريبتون في نهاية الدورة ايش؟ الرابعة. إذا راح يكون في عندي ممتلئ بشكل عامل من 1s2 حتى 4p6، وبعدين برد برجع ببلش بدي أعبي المولبدينوم، فالمفروض إني أعبيه 5s2 4d4. بس هون المولبدينوم من الحالات الشاذة أو الغير متوقعة، بحيث إنه بنقل إلكترون من الاس بحطه بالدي، بحيث إنه بنصيروا الاثنين مستقرات، فبصير التوزيع الإلكتروني له 5s1 4d5. وإذا واحد سألك كم من إلكترون مفرد يحتوي المولبدينوم، بتطلع على الدي وبتطلع على الاس، فإذا طلعنا على الاس مبين إنه في عندي إلكترون، بالإضافة إنه في عندي 5 إلكترونات بالدي اوربيتال لما ارسم الصناديق، فبطلع عندي 6 إلكترونات ايش؟ مفرده. النيكل على سبيل المثال العدد الالكترون او العدد الذري له 28، فمين الغاز النبيل اللي قبل النيكل اللي هو الارجون؟ فالارجون اللي هو في نهايه الدوره الثالثه، اذا بكمل 3p6، بعدين ببلش اللي هو 4s2 و3d8. وديروا بالكم مش دائما لازم انقل الكترون من الاس للدي، لانه على سبيل المثال بهاي الحاله اذا بدي انقل من الاس للدي راح يصير في عندي 4s1 و3d9، فصار واحد مستقر والثاني غير مستقر. ففقط هاي الحاله متى بنقل الالكترون؟ بنقل الالكترون من الاس للدي اوربيتال لما يكون في عندي احتماليه انه الاثنين يكونوا ايش مالهم مستقرات. والمثال اللي وراه اللي هو عنصر الاي جي ببين لي هاي الحاله كمان، بحيث انه العدد الذري له كم؟ 47. فمين الغاز النبيل اللي قبله؟ اللي هو الكريبتون. الكريبتون موجود في اخر الدورة الرابعة، اذا راح نكمل 4p6، بعدين ننتقل المفروض يكون في عندي 5s2 4d9 حسب موقع السيلفر. بس في هاي الحالة، هاي هي كمان من الحالات اللي ممكن انه المدارين يكونوا مستقرات، فبنقل الكترون من الاس بحطه بالدي، فبصير التوزيع الالكتروني اللي هو زي ما انتم شايفينه قدامكم 5s1 4d10. وفي هاي الحالة صار في عندي الكترون واحد مفرد فوجود بالاس وعشر الكترونات بالدي، ما في ولا الكترون، اذا في عندي فقط الكترون مفرد واحد. ان شاء الله انه هاي الامثلة اللي موجودة قدامكم تفيدكم، وبترجاكم انكم كمان تتدربوا على اكثر من عنصر من الجدول الدوري عشان يعني تاخذ ايدكم، وانه تعرفوا بكل سهولة وبكل بساطة وبكل يسر تكتبوا التوزيع الالكتروني لاي درة ممكن تواجهكم. يعطيكم الف عافية.